ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء نجم الجبوري قائد المحور الشمالي. سيد نجم، مرحبا بكم معنا في الموصلية. سيادة اللواء، بداية، ما هي آخر مستجدات معركة تحرير حي الحدباء التي شارعتم بها صباح هذا اليوم، وإلى أين وصلت قواتكم في التوغل داخل هذا الحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. اليوم قواتنا وقوات السي تي اس بالتنسيق قواتنا زحفت من الشقق الى ان وصلت تقاطع صديق، وايضا الان قوات العمليات الخاصه البطله تقدم لتنظيف وتحرير سبعة نيسان والالتقاء بقواتنا هذا الموقف. وأيضا منطقة كوبتكي كبير من عدها. نعم سيادة اللواء، هل هناك حصيلة لخسائر داعش سواء الخسائر البشرية أو العسكرية خلال معارك التحرير التي تجري الآن؟ أنا أتكلم لك عن المحور الشمالي، يعني ما عندي حقيقة اطلاع بقية المحاور. الخسائر مالهم 25 قتيل وتدمير 5 عجلات مفخخة. نعم سيادة اللواء، كيف تقيمون تعاون أهالي حي الحدباء مع القوات خلال تقدمها، وهل عثرتم على مواقع ومقرات ومضافات مهمة لداعش في هذه المنطقة؟ يعني احنا بعد حقيقة ما طهرنا المنطقة بالكامل، لأنه نعم. هذه المناطق تطلع أثناء التطهير، نعم. لكن عثرنا على قسم من الأسلحة، نعم. قسم من الهاونات، نعم. موجودة كانت بالمنطقة، نعم. وبعد أن نلتحم بقوات السي تي اس إن شاء الله قريبا راح يبدي تطهير المنطقة، وراح نشوف يعني الأماكن اللي سألت عنها جنابك. سيادة اللواء نجم الجبوري، أعلن الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب في تصريح لنا صباح هذا اليوم عن تحقيق التماس بين قطاعات مكافحة الإرهاب والمحور الشمالي من جهة حي الصديق. هل حدثتنا أكثر عن هذا الموضوع ومدى فاعليته في تحرير الأحياء بتلك المنطقة؟ يعني عندما تلتحم قواتنا، وإن شاء الله هي على مسافة 300 متر الآن، نعم. هذا راح الحرية حرية قواتنا راح الجنوبي، نعم. يعني راح يكون تعاون اكبر بين قواتنا وبين قوات السي اس، نعم. قوه تحمي وتستر جناح القوى الاخرى. نعم سيادة اللواء، ما هو الموقف الامني في احياء الكفاءات الاولى والثانيه المتاخمين لحي الحدباء وكذلك منشاه الكندي؟ اللي نسمعه من خلال المصادر ومن خلال طائرات اللي استطعنا نشوف انه الارهابيين بدأوا اللي بقى منهم يهرب باتجاه منشأة الكندي وحتى القصور الرئاسية، نعم. نشوف الارهابيين هربوا من الاماكن يعني باتجاه يعني منطقة الرشيدية، منطقة الكندي. نعم سيادة اللواء نجم الجبوري، كما ذكرتم أنتم الآن على مسافة قريبة من القصور الرئاسية وكذلك جامعة الموصل، كم من الوقت تتوقعون أن تستغرق معارك تحريرهما، وخصوصا أن هذه المناطق غير مأهولة بالسكان؟ أنا نتوقع بإذن الله بوقت أنه نستكمل تحليل الأيسر.
نعم القوات بالمحور الجنوبية تقريبا أكثر يعني أهل الشرطة في البطلة نعم لواء معنى البطل وقواته تقريبا أكملوا واجبهم نعم وقريبا كل القوة راح تتوجه بحيث نكمل الإنسان الأيسر نعم بأقرب وقت ممكن بإذن الله.